الحمد لله ما يصح إلا الصح. لقد توافد المواطنون بكثرة هذا اليوم، ويبدو أن الموجة هذه الأخيرة قد فعلت فعلها، والناس مقبلون بشكل كبير. وما أطلب من المواطنين إلا أنهم يزدادون وعيا ويتقدموا، لأن التلقيح موجود ومتوفر بإذن الله. أطلب من جميع المواطنين وسكان غردايا ولاية غردايا يجوا يتقدموا، راهم هنا ما شاء الله طاقم طبي وما شاء الله ولادنا، وراهم ينصحونا، وهذه حاجه اللي بالفايده، اذا ما نفعت ما تضر. المهم نطلبوهم يجوا بكثافه. راني مالادي كرونيك ودرتو، وراني الحمد لله. راني درك في 25 يوم دايرو، واني نستنى بزاف وبنات لقحوا رواحكم. هي الفايده. ثم انا نقول لهذا الشباب اللي راه مازال مقسي راسه ويقول لك راه ما كانش هذا المرض، يجي يشوف غير لي زوبيطو واش راه فيهم. مالا هذا اللقاح هذا مش اللي الناس راه تقول لك يقتل ويدير ويفعل. الناس راه غير تحضر ماشي مجربه، وما كان حتى شيء. انا درنا اللقاح والحمد لله.